يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب يكون كلكم بخير. ريفيو النهارده عن لوز باودر. انا بقالي فتره كبيره قوي بستخدمها وحابه اقول لكم رايي فيها. فتابعوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار ان انا نزلت فيديو. يلا بينا نشوف الفيديو. النهارده هتكلم عن لوز باودر بتاعت ريكما، اللي هي دي ار سي ام اي. خلاص، زي ما انتم شايفين ان الحجم بتاعها كبير، هي لونها ابيض. انا استخدمتها في اللوك ده. زي ما انتم شايفين ان هي ما بتعملش فلاش باك مع الكاميرا. ناعمه جدا جدا جدا، يعني حاجه كده لا تذكر. يعني ما بتحطيها، بصوا هي ناعمه جدا، كميه بسيطه منها بتقدري تثبتي الميك اب. هي بتتقارن باللوز باودر بتاعت لوري مارسييه، هي نفس تقريبا الفورمولا بتاعتها. هي كمان هي مش بتدخل في الخطوط، يعني انت زي ما شايفين اللوك، يعني مخليه اللوك شكله حلو قوي، ناتشرال قوي. كسعرها انا مش فاكره بالظبط هي سعرها كام، بس هو مناسب بحجمها، يعني لانك كده كده انت بتستخدمي حاجه بسيطه منها، فبتبقى مناسبه يعني. بس وكده كان ريفيو النهارده. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.